يقول نيتشه: العالم لا يرحم الضعيف، لكنه يسجد خاشعا أمام القوي. ويؤكد ذلك دوستويفسكي بقوله: الناس يكرهون القوي ويطيعونه، ويحبون الضعيف ويسحقونه. أما ابن خلدون فيقول بنوع من التعميم: المغلوب مولع أبدا بتقليد الغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده، والسبب أن النفس تعتقد الكمال في من غلبها. وفي هذا السياق ينصحنا ماكسيم غوركي قائلا: يجب أن نبين لأولئك الذين يركبون ظهورنا ويضعون العصابة في ذات الوقت على عيوننا إننا نرى كل شيء، نحن لسنا أغبياء، وكذلك لسنا حيوانات لا تطلب إلا معدة ممتلئة. نحن نريد أن نعيش حياة جديرة بكائنات بشرية. يجب أن نبرهن لأعدائنا أن حياة العبودية التي ألجمونا بها لا تمنعنا أن نكون مساوين لهم فكريا، لا بل متفوقين عليهم أيضا. ونختم بقول نيتش: دائما ما كان عدد الخاضعين أكبر من الفئة القليلة التي تأمر. ومن هنا نستنتج أنه ولحد الآن كان الخضوع ولا زال هو المهنة الأكثر تداولا وتعليما بين البشر.